السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هنا قاسم يواصل الثورة كما عادته. باهي، الرسالة هذه دائما للشباب الثوري. شوفوا كيف شباب الجماعة هذا كان جاو يتفاوضوا على تحقيق أهداف الثورة، والله نفهم. كان جاي يتفاوضوا على أن كيفاش باش يرجعولنا الفلوس، والله نفهم. كان جاو يتفاوضوا على كيفاش باش الدولة المركزية هذه ولا العقيمة والعقيمة تتعاود تتشكل بطريقة جديدة ويعطوا البوفوار للجهات، والله نفهمكم. الناس هذوما يتفاهموا على روسكم، الناس هذوما يحب كل واحد منهم يشد الماكينة القديمة ويسرق أكثر فلوس. آخر شيء يفكر فيه الباجي قايد السبسي هو أنت، يا ثوري في القصرين، ويا ثوري في سيدي بوزيد، ويا ثوري في الجنوب، ويا ثوري في الشمال الغربي، ويا ثوري في الوطن القبلي، ويا ثوري في سوسة. آخر ما تتصوروه في مخاخكم إنه يفكر فيكم واحد كي من هذاك. كيف كيف آخر شيء يفكر فيه راشد الغنوشي هو أنتم يا ثوار، هو أنت يا شعب يا تونس. إذن جاء الوقت باش نصفها كوريكتومون سات فواسي. هذوما ناس على ما أظن قالها شكسبير، للاش يموتوا 1000 مرة ولكن الرجال راهي تموت مرة واحدة. وهذا التحذير. الثورة وكيفاش تخدمت والميكانيزم واللي سيناريو مازالوا في راسي وقادر نعدلهم. يا شباب وطيو أرواحكم، الثورة الجاية ستأتي على الجميع القديم وجديد، وكان الزم باش نوقفهم عند حدهم، قاسم سيكون في الموعد. السلام عليكم.